السلام عليكم ورحمة الله أخوتي. هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشرحوا الأمور اللي خصنا نتبعوا إلى خرج لنا أن بيتون نو كونفورم سيبوزون كلينا أن بوتو ولا إن دال أفيك دي بوز ولا أن فول إكسيتيرا. وعلى حسب السبيسيفيكاسيون ديال المارشي كان عندنا أن بيتون اللي هو خصو يكون 25 ميجا باسكال، ولكن الريزيستونس على كومبريسيون خرجت لنا 21 ميجا باسكال، دونك خرجت لا ريزيستونس ناقصة 4 ميجا باسكال. دونك اشنو خصني ندير؟ اول حاجه هو انني خصني نعلم الجهات المختصه اللي خصها ضروري تعرف ان الريزيستونس ديال البيطون راها ناقصه. من بعد ما كنبلغهم بان لو بيطون نو كونفورم والريزيستونس ديالو ناقصه، وهما اللي كيفكروا شنو هي الوسيله اللي غاديين يزيدوا يتاكدوا بان نيت البيطون راه ناقص في الريزيستونس ديالو. علاش؟ حيت بارفوا كيقدر السيد اللي كيغومبليسي هذوك لي سيلندر يقدر ما يكونش صاوبهم مزيان، ولا يقدر اوليو باش يعمر لو بيطون ديال 25 يعمر ديال بي 15 ولا بي شي بي اخر. دونك هذا يقدر يكون مشكل بلا ما يحس يقدر يدير هذا المشكل هذا. دونك اول حاجه خصنا ندير وهو خصنا نفكروا شنو هي الوسيله الاخرى اللي خصنا نديرو بها البيطون ني صراحه لا ريزيستونس زيرو ناقصه. دونك اول حاجه اللي نقدروا نفيريفيو بها هي السكولطاسيون. السكولطاسيون هي واحد الموجات كيترافيرسيو ليا البيطون واللي كيقدروا يعطيوني الريزيستونس للبيطون اللي اكزيستون اللي انا شاك فيه اللي عمرت منه هذوك لي سيلندر وخرجوا ليا ناقصين. دونك هذيك الساعه كنشوف لا واش لا ريزيستونس نيت باقا ناقصه ولا راه مزيانه غير لي سيلندر اللي ما كانوش مزيانين. ثاني شيء اللي نقدر نفيريفيه بها وهي الكاروطاج. الكاروطاج هي واحد لاباراي اللي كترافيرسي لينا داك البيطون اللي انا بغيت نفيريفيه سوا بوطو سوا بوتر ولا دار ولا فوال، وكياخد منهم واحد لي زيبروفيت اللي كنقدر عاوتاني ندير ليهم اسي دو كومبريسيون اللي كنعرف بهم من بعد الكومبريسيون ديال 28 جور واش مزيانه ولا ما مزياناش. الا خرجت ليا عاوتاني راها ما مزياناش، دونك ديك الساعه كنكومينيكي ديك الريزولطا اللي خرجت ليا في اللور باغ اكزومبل 21 ميجا باسكال البيرو ديتود اللي هو كيعاود يدير واحد لو كالكول ديك لا ريزيستونس الجديده باش كيفيريفي واش ستريكتور باقي يعني ستابل ولا با ستابل. حيت ديما البيرو ديتود ملي كيكون كيدير الكالكول ديالو ضروري كيدير واحد لا زون دو سيكوريتي. ديك لا زون دو سيكوريتي ضروري كيديفيزي على واحد لو نومبر باش كيقدر ديما كما هو ديما كيقول ان الشونسي ماشي ضروري غتكون 25 ميجا باسكال، ديما كنقص من لا ريزيستونس باش ابوبري الا كان مثلا البيطون ما فيربريش مزيان ولا شي حاجه ماشي هذيك. دونك كيبقى ديما ستريكشر ريجيد عندنا. دونك الى فيريفا ولقاها باللي اكسبتابل دونك راه كيعطي ان رابور كيقول باللي ديك لا ريزيستونس راه اكسبتابل. سينو الى قال بان لا ريزيستونس راه ماشي اكسبتابل دونك من بعد كنمشيو لواحد الحل اللي كيتسمى الشوميزاج. الشوميزاج وهو كنعاود رونفورسي داك الاليمون اللي درت ليه الكاروطاج ولا درت ليه السكولطاسيون وخرج لا ريزيستونس ناقصه وفيريفيت عاوتاني لقيت ناقص كنرونفورسي عاوتاني بالحديد وكنعاود بحال كندير ليه غو ديمونسيونمون كنزيد ليه في الحديد وفي البيطون. سينو الا كانش الا كان مثلا داك الاليمون باقي ما تبنى فوق منه والو وديجا باقي مثلا كي بحال هذه بر ما نقدرش انني نريب فوق المضاله وبزاف ديال الامور دونك كندير ليه ديموليسيون. هذا هو لا ديغنيغ سوليسيون اللي كندير. كنتمنى من الله تكون هذه الحلقه استفدتوا منها، والسلام عليكم ورحمه الله في حلقه جديده.